عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناة أم مريم. اليوم إن شاء الله نحضر لكم البغرير المغربي الأصيل. هذا البغرير كيجي زوين وخفيف، ونخليكم مع المقادير. نحتاجو نص كيلو ديال الفورص، وربع ديال السميدة رقيقة، وملعقة كبيرة ديال الخميرة، والملح حسب الذوق، الزيت والماء باش نجمعوا العجين. بسم الله على بركة الله نبداو الأخوات. أنا مبغيش نستعمل الخلاط، كتعجبني نخدم بإيدي، كمشي كاع النساء المغربيات عندهم متوفر عندهم الخلاط. بسم الله، عندنا 500 غرام ديال التعقيق، 250 غرام ديال السميدة الرقيقة، خميرة، الملح حسب الذوق، خميرة عندنا عفوا بالنسبة للخميرة غنديرو ملعقة كبيرة، الملح حسب الذوق، أما بالنسبة للماء أنا كنخدم عيني ميزاني، ولكن بالنسبة للمبتدئات أنا غنبدأ نعبر بكاس العنبة. بسم الله، واحد، جوج، ثلاثة، نبدأ نجمع العجين. بسم الله، شاهدوا معايا كيفاش غنعجنها. هاد الكيسان ديال العنبة غتستمروا معايا تشوفوا شحال من ديال الماء. هي الطريقة كيفاش كيتعجن. بالكف ديال ايدك باش ميبقاش فيها دوك الحبيبات. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، دلكوها مزيان والماء دلكات. شحال وصلنا؟ 5 كيسان. ما تنساوش الماء ديرو دافي، ما ديروش بارد حيت فيها الخميرة باش تخمر. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا دابا بقيت كندلك فيه مزيان، ولكن جاني خاصو شويه الماء. دابا غادي نزيد ربع كاس ديال الكاس ديال العنبه. شو دابا شحال وصلنا؟ 5 كيسان وربع كاس. انا بغيت نعطيكم العبار وهذا باش يجيكم مزيان. 5 كيسان وربع، دلكوه مزيان. انا راه دلكتو مزيان، دلكوه مزيان حتى يولي بان لكم فيه الفقاعات.
شوف الشكل النهائي، شوف كيفاش خاص يجي من الخوف. خاصكم تشوفوا الفقاعات، تيبان لكم الفقاعات. هادي غنخوي فيها البغرير ديالي باش نغطيها ونخليها تخمر. ومن بعد البنات غادي نغطيها ونخليها تخمر ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. كيفما كتشاهدوا معايا البنات بعد ما خمر لينا البغرير ديالنا هو هذا الشكل ديالو. من بعد انا حطيت المقله كتسخن ونجيبها ندهنها بالزيت نجيبها ندهن الزيت مزيان، ومن بعد غادي نخشيها في الماء كما كتشاهدوا معايا البنات البغيره ديالي بدات كتسقط. ندير شويه الزيت باش ما تلصقش غير شويه وما ما ياخذش الزيت بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا البنات البغرير ديالي كلها تقبات. كيف ما كتشاهدوا معايا اخواتي بعد ما وجدنا وطيبنا البغرير ديالنا كامل، كيف ما كتشاهدوا معانا شوف البغرير ديالنا كيف جات، جات كلها مثقبة وهائلة صراحة. شوف البغرير كيف جا، كنتمنى تجربوه. هذا هو البغرير، كنتمنى منكم تجربوه ونتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعمونا بلايك وفارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.